هذه التفاعلات الانتيجين انتي بودي رياكشن على اساس انه نعرف من خلالها صاروا يستخدم او بنستخدمها لتحديد كميه الانتي بودي، بيحدد كميه الانتي بودي. الطريقه هاي هي كوانتيتيف بس مش يعني بالدقه اللي هي تاعت مثلا الفحوصات تاعت الاليزا او غيره. فالعمليه هي يعني بنعمل عمليه كوانتيفيكيشن للتايتر تاع الانتي بودي، بنسميه انتي بودي تايتر، اللي هو بيدلل على قديش تركيز الانتي بودي الموجود في عينه المريض سواء كانت سيرم او بلازما. معايا؟ وهذا بيكون التايتر، كيف بنحدد التايتر؟ هو بيكون اعلى تخفيف او معامل تخفيف في داخل الانبوبه، بشوف بيعطي رياكشن معي بوزيتيف، تمام؟ مع اللي هو الانتيجين الخاص فيه. كمان مره، التايتر او اليونت لقياس تركيز الانتي بودي، او بنقول يونت لما بقول تركيز الانتيجين، معي الجميع؟ بقيس تركيز الانتي بودي، بقيس ايش؟ انتي بودي تايتر. لما بدي اقيس تركيز الانتيجين بقول يونت. ماشي يا شباب؟ لما بدي احدد تركيز انتي بودي بقول انتي بودي تايتر. لما اقول تركيز انتيجين بقول يونت. قلت هذه العمليه تحديد الانتي بودي تايتر، قلت يعني المجهول عندي الانتي بودي، بستخدم انتيجين معلوم، المجهول مين؟ انتي بودي اللي انا مش عارفه بدي افحصه او بدي اقيسه هو انتي بودي. بحضر انابيب من عينه المريض، بعمل تخفيف منها عينه المريض، بخففها مثلا اربع خمس تخفيفات زي ما حناخذ. بعد ما انا اخففها حسب التخفيف زي ما هي في الصوره هاي، خلينا بالصوره هاي معي الجميع، هاي العينه، هذه العينه الاولى خففناها صارت 1 ل 40. طبعا العينه مخففه 1 ل 20، اللي هو خفف العينه 1 ل 20، بعدين خففها 1 ل 40، بعدين 1 ل 80، والتخفيف متضاعف. معايا الجميع؟ التخفيف ماله كل ماله بزيد لحد ما يصل عندي هنا اللي هو اللي قبل الاخيره، وهنا عندي اللي هو الكنترول. كل ما مشينا لهيك كل ما زاد التخفيف. اعلى تخفيف بيعطي فيه التفاعل بوزيتيف رياكشن بيكون هو التايتر تبعي. هنا النقطه، هذه النقطه هو نيجاتيف، اللون الاحمر زي هيك هو البوزيتيف. مع الجميع؟ النقطه فيش هنا اجلوتينيشن رياكشن، اللي هيك كله احمر في عندي اجلوتينيشن رياكشن. شايفين كيف؟ شايفين الصوره هذه؟ انا عامل كروس لينكج بيناتهم، في شايفين الخطوط هذه الحمراء اللي هنا اللي رابط بين الخلايا مع بعضها البعض، الخلايا مشبوكه مع بعضها البعض. هذا اللي هو الاجلوتينيشن، هذا صار في تخثر. فالخلايا زي ما انتم شايفين كلها هنا حمراء، هذه المناطق هذه بعد السنتره الخلايا تجمعت في النص، فيش اجلوتينيشن، فيش شيء يربط بيناتها، بس هي مع السنتره جاي في النص. لكن هذه مع السنتر شمالها كلها مفروده مع بعض البعض وشابكه مع بعض البعض، عامله اللي هو شبكه بينات. هذه الشبكه دلاله وجود اللي هو الاجلوتينيشن. يعني هذا هو البوزيتيف رياكشن وهذا النيجاتيف رياكشن. لاحظوا معي في التخفيف مين اعلى تخفيف عندي؟ اللي هو الواحد على 160، هو التخفيف اخر تخفيف اعطاني بوزيتيف رياكشن وبعده اعطاني نيجاتيف رياكشن. تمام؟ التخفيف اللي اعطى عنده بوزيتيف، اي يعني اعلى تخفيف اعطى عندي بوزيتيف، هو بكون عندي التركيز تبع الانتي بودي تايتر. يعني التايتر بتاع الانتي بودي هنا قديش بقول عنه؟ 160. التايتر بتاع الانتي بودي هنا قديش بقول عنه؟ 160. هو معكوس معامل التخفيف، اللي هو قديش اذا انا واحد على 160 بيكون اللي هو التايتر تبعي 160. واضح كيف هو بنحدد قيمه الانتي بودي تايتر؟ كمان مره، الانتي بودي تايتر هو كونسنتريشن تاع الانتي بودي ضد بارتيكولار انتيجين، يعني انتيجين محدد بيستخدمه. طبعا هو اللي بيكون عند اعلى تركيز، اعلى عفوا اعلى تخفيف من اللي هو للسيرم، بيعطي رياكشن بوزيتيف، بيعطي معايا رياكشن بوزيتيف مع اللي هو الانتيجين الخاص فيه. واضح كيف حسب الصوره؟ واضح هذه الجزئيه؟ واضح. طيب بناء على هذا الكلام في عندي مصطلحين اساسيات حتسمعوا فيهم كثير. اول واحد فيهم اللي هو هذول بناء على تركيز هذه المواد، تركيز الانتي بودي او تركيز الانتيجين، بنسميه سنسيتيفيتي والتالي بنسميه سبيسيفيسيتي. ايش يعني سبيسيفيسيتي؟ سبيسيفيسيتي معناته قديش انا بقدر اميز هذا الانتيجين او الانتي بودي عن اي نوع ثاني. تمام؟ كل ما كان قدرته على التمييز ويرتبط بس مع نوع محدد
كل مكان هاي سبيسيفيسيتي، بيقول عنه الدقة عنده عالية كتير. ماشي، سبيسيفيسيتي معناتها ايش؟ الدقة. وفي المقابل السنسيتيفيتي ايش هي؟ قديش انا بقدر اقيس من هذه المادة اللي انا بدي اقيسها، مدى الحساسية بنقول عنه. سنسيتيفيتي هي حساسية، مدى الحساسية قديش انا بقدر اقيس من المادة المراد فحصها. كل ما كانت الكمية قليلة كل ما كانت السنسيتيفيتي عندي ايش؟ عالية. واضح؟ سواء كنت انا بدي اقيس انتيجين او انتي بادي. كمان مرة، السنسيتيفيتي هي دلالة الحساسية، بتدلل قديش بقدر اقيس اقل كمية من المادة مراد فحصها، سواء كانت انتيجين انا اللي بدي اقيسه او انتي بادي. كل ما كانت التركيز اللي بقيسه قليل كل ما كانت عندي سنسيتيفيتي عالية. طب ايش الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي؟ السبيسيفيسيتي، لا السبيسيفيسيتي شيء ثاني. انا قديش بقدر اميز والله الانتي اي عن الاذر انتي بادي. قلت انا بدي اجيب انتيجين اي، قديش قدرتي بهذا الفحص اللي انا بدي اصممه انا اقيس الانتي اي انتي بادي الموجود في سيرم المريض المليان انتي بادي ثاني، في انتي اي بي، في انتي مثلا دي، في انتي اي نوع عن انتي بادي موجود في جسمنا، انواع كثير من الانتي بادي. قديش جسمي بيقدر، او قديش الفحص عفوا اللي انا بستخدمه بيقدر يميز الانتي بادي اللي انا بدي اقيسه عن الاذر انتي باديز الموجوده بداخل الجسم. كل ما زاد اللي هو قدرته على التمييز كل ما كانت اللي هو السبيسيفيسيتي عندي اعلى. تمام؟ كمان مره، السبيسيفيسيتي هي قدره الفحص لعمل ديتكشن او تمييز الرياكشن بتوين هو الانتيجين مع الهومولوجس انتي بادي. ايش يعني هومولوجس انتي بادي؟ يعني الانتي بادي الخاص ضده. كل ما كان قدرته عاليه على التمييز كل ما كانت عندي سبيسيفيسيتي افضل. السنسيتيفيتي هو ممكن يكون بيميز صح، لكن السنسيتيفيتي تبعته قديش يقرا الكميه، بده كميه كبيره عشان يقول عندي سبيسيفيسيتي عالي. واضح؟ بده كميه كبيره عشان يقدر يميزه، هو يقول يكون عنده سبيسيفيسيتي. لكن هذا هذه بتدلل ان السنسيتيفيتي تاعته بتكون مش عالي، لما يكون بده كميه كبيره معناته ما بيقدرش يقيس كميات بسيطه من الماده. فالسنسيتيفيتي بتكون عاليه لما كل ما كان بيقدر يقيس كميه قليله من هذه الماده. قديش قدرته على قياس الكميات القليله، الفيري مينوت كوانتيتي اللي هي مقصود الكميات قليله. كل ما كان قدرته على ديتكشن الكميات قليله من هاي الماده كل ما كانت السنسيتيفيتي بتاعته بتكون اعلى. واضح؟ يعني الشيء عكسي، لو بقيس كميات اقل معناته السنسيتيفيتي اعلى، لكن لو كان بس بقيس كميات كبيره بس معناته السنسيتيفيتي اشمالها قليله. واضحه هذه النقطه؟ نيجي لقيت لمصطلح مترتب على السبيسيفيسيتي هو الفولس بوزيتيف رياكشن. ايش يعني فولس بوزيتيف رياكشن؟ يعني شغله اشوف انا في ميل واروح اقول عنها ميل، اشوف يعني بنات عنها ولد، تمييز ما عندوش دقه في التمييز، هذه الدقه بنقول نسميها احنا ايش اسمها؟ سبيسيفيسيتي. فاذا كان في عنده خطا او عدم قدره على التمييز بصير عنده عدم قدره على الحكم، فبصير بعض الشغلات يعطي فوز والله لا هذول بنات مع لبنان واضح. تمام؟ اذا كان عندي التفاعل بالنسبه لقيت الكميه، اذا كانت الكميه لقيت الفولس نيجاتيف ريزلت، اذا كانت هو بيقدرش يقيس الكميات القليله من هذه الماده بيقدرش يشوفها، فطبيعي يعني مثلا عنده ضعف نظر بيقدرش، عنده السنسيتيف تاعته ضعيفه، عشان يشوف الاشي لازم يكون قريب منه كثير او يكون كميته كبيره عشان يقدر يشوفه. معايا؟ في الحالات لما يعني يكون يعني كميه قليله او كميه موجوده مثلا مسافات بعيده، كمثال انا بذكر يا بنات يا شباب، موجود مسافات بعيده، في الحالة هذه هو مش حيشوف كويس. لما مش حيشوف كويس الاشي موجود بس هو عشان هو مش شايف حيقول عندي ايش؟ نيجاتيف، لكن هذا يعد فولس نيجاتيف. تمام؟ يعني اشي خاطئ، هو نيجاتيف خطأ، هو من ناحية عملية موجود لكن هو اللي مش قادر يشوف. الطريقة اللي بتبعها الفحص هذا هو اللي مش قادر يشوف فيها. وضحت كيف؟ فحيعطي عندي فولس نيجاتيف اعلى. تمام؟ كل ما كانت عندي السنسيتيفيتي بتاعته قليلة ضعيفة يعني حيكون عندي الفولس نيجاتيف عندي شماله عالي. وضحت كيف؟ الاشي عكسي يعني. يعني لما تكون لما تكون عندي انا قدرتي على الحساسيه قليله، قدرتي على القياس كميات القليله
ضعيفة، معناته أنا نسبة الخطأ عندي في الفولس نيجاتيف، الناس اللي حيطلعوا عندي فولس نيجاتيف إنه مش موجود، كمية عالية كتير. وزيها السبيسيفيستي برضه، إن هو مدى الدقة والتمييز، كل ما كنت أنا بقدر أميز صح، كل ما كان قل عندي اللي هو الفولس بوزيتيف. تمام، اللي هو الفولس بوزيتيف يعني أنا بقدر أميز، أقدر أميز الميل على الفيميل كمثال ذكرناه، كل ما كان قدرتي على التمييز أعلى، كل ما فرص الخطأ إن أقول والله ناس فيميل أقول عنهم ميل بتكون أقل. والعكس، لو كانت أنا عندي قدرة على التمييز ضعيفة حيكون إشي عكسي. إيش يعني عكسي؟ يعني لما أقول والله أنا عندي بقدرش أميز الميل على الفيميل، حلاحظ أقول البنات حصير أقول عنهم أولاد، وبعض الأولاد أقول عنهم اللي هو مثلا بنات، حسب إن أنا بفحصه حيكون نسبة الفولس بوزيتيف رياكشن عندي أو الفولس بوزيتيف ريزلت حتكون عندي إشمالها أعلى. وضحت الفرق بين التنتين إيش يعني سنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي؟ تمام. لقيت حنتكلم عن اللي هو السيرولوجيكال رياكشن اللي بيصير في داخل اللي هو الجسم عندنا، في اللي هو السيرولوجيكال رياكشن اللي بتكون على شكل بريسيبيتيشن، في اللي هو الاجلوتينيشن والنيوترايزيشن. انا بقول اللي بكفي لليوم، بكفي لمحاضرة اليوم، وان شاء الله بنكمل الاسبوع الجاي باقي المحاضرة.